طبعا المسلسل ما تعرضش للظلم خالص، بالعكس احنا كنا على اهم قناة في ام بي سي مصر. هي لا، الانتشار دي كنت انا في بداياتي مفروض ان انا اعمل مسلسل يتحط على كل القنوات، لكن الحمد لله انا وصلت لمرحلة ان انا بقالي سنوات بتباع حصري، يعني مسلسل يبقى على قناة واحدة بس بتبقى كبيرة، وقناة خليجية برضو تبقى كبيرة. بالعكس ده هو من كتر ما ربنا كرمنا ان احنا كنا على قناة مهمة جدا زي الام بي سي، فالمسلسل اخد مشاهدة ما كناش احنا متخيلينها. دي اول حاجة. الظلم بالنسبة لغادة عبد الرازق، مفهوم الظلم يعني مفهوم الظلم ان اللي هو يعني اصل الظلم ده ممكن يقع عليكي في حاجات كتيرة جدا. ظلم مثلا في الاشخاص اللي انت بتشتغل معاهم على طول، اللي انت المظلومه اللي بتتلطشي، اللي على طول بتعملي كل حاجه غلط. ظلم في البيت، ان انت تبقي عايشه في بيت زيك زيهم، بس متطلب منك في البيت ان انت اللي تحلي، وانت اللي تتصرفي، وانت اللي تنزلي، وانت اللي تفكري، وانت لو الدنيا وقعت تفكري تقوموا ازاي، ولو قامت تعدليها ازاي. او ما ده ظلم، ما لازم يكون معاكي شركاء بيفكروا معاكي، لانك حتى تفكيرك او قوتك البدنيه والذهنيه كل ما بتكبري سنه هي بتقل. فالجيل اللي انت بتطلعيه معاكي سواء في البيت بقى اولادك احفادك اخواتك لازم يشيلوا معاكي المركب. ده نوع من انواع الظلم. فالظلم ده ليه انواع كتيره جدا ما اقدرش احصرها يعني.